يؤخذون من منازلهم ثم يذهب بهم إلى جبهات الموت. لم يشفع لهم صغر سنهم أو وعيهم غير المكتمل بعد من عدم إقحامهم في خوض القتال أو الدخول في معارك لا يفقهون ماهيتها ولماذا قامت أصلاً. لا يكاد يخلو منزل أو أسرة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الإنقلابية إلا وفيه أطفال ذهب بهم إلى المعارك ليعودوا جثثا أو مصابين أو يتم اعتقالهم وهم يحملون ملصقات وشعارات تصفهم بالشهادة. وفي سياق ذلك ما تزال المنظمات الدولية تظهر حجم تورط جماعة الحوثي في تجنيد الأطفال. منظمة العفو الدولية كشفت في بيان جديد لها أنها حصلت على أدلة جديدة تظهر بأن الميليشيا تنشط بشكل غير مسبوق في تحويل الأطفال إلى جنود في النزاع، حيث بلغت نسبة التجنيد هذه المرة 72% من الأطفال. وأضافت المنظمة أنها تأكدت من عائلات يمنية جرى تجنيد 3 من أطفالها دفعة واحدة بشكل واضح وخارق للقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان. الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما يمرون بمراحل عديدة قبل تجنيدهم، تبدأ بترسيخ خطاب العنف والكراهية وتحبيبهم بفكرة الجهاد وتمجيد الحرب عبر جلسات لا تخلو من الأناشيد القتالية أو ما بات يعرف بالزوامل، ومن ثم إدخالهم في حصص يصفها علماء النفس بحصص طمس الهوية التي تعمل على تمجيد شعارات ورموز قتالية وبث أفكار تقوض السلم والتعايش المجتمعي. نائبة المدير الإقليمي بمنظمة العفو الدولية سماح حديد وصفت ما يقوم به الحوثيين بالعمل المروع بحق الأطفال عند أخذهم بعيدا عن أوليائهم ومنازلهم وتجريدهم من طفولتهم ومن ثم وضعهم في خطوط النار حيث يمكنهم أن يموتوا. عبر هؤلاء الأطفال إذن يتم خوض معارك عقائدية لا نهاية لها، وعبرهم أيضا يجرى تفخيخ الأرض وجعلها بيئة خصبة للموت.